الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم في حلقة جديدة في عودة ميمونة إن شاء الله، وصفات أطباق تفرح أم البنين. بديت من جديد إن شاء الله بحلقة الأولى عقب التوقف اللي توقفت الخارج عن الإرادة. كنشكر من هذا المنبر جميع الأصدقاء والصديقات الوفيات اللي كيشجعوني وكيدعموني واللي عارفين ظروفي، لا الصحية ولا ظروف العمل ولا ظروف العائلة، بحكم على أن المرأة العاملة ما هي كي المرأة اللي قاعدة في الدار. وكيف كنقول لكم دائما أحبائي الأوفياء، على أن القناة معدلتها منكم ولكم فقط دون أي ربح مادي أو ماني لو منودة للربح مادي. كنقول لكم دائما على أنني كنبغي نفيد، طبعي هو هذا، كنبغي نفيد وكنبغي نستفيد من الجميع، وداك الشيء اللي كنعرف كنبغي نعطو للطفيلات. كيف كيعرفوا صحابات الجروب، كيف كيعرفوا الناس اللي محيطه بيا، كيعرفوا طبعي ذاك نبتو. لذلك كنغيب عليكم ما هو بقصد مني، فقط لان كيف قلت لكم ظروف العمل. انا كنبغي منين نبغي نعطي المساله كنبغي نعطيها، ولكن ملي غنعاد لكم فيديو كنبغي نعدلو على حقه وطريقه، ونعود تعود عندي له الوقت وعندي له الاخلاق وعندي له الخاطر. لان كيف تعرفوا هذا هو طبعي، وكيف تعرفوا على ان اليوتيوب كيبغي المصداقيه، وانا صدقوني اي حاجه كنحطها لكم هون في القناه الا وعندها مصداقيه وتجربه خاصه، واي نصيحه نصحتكم بها الا وهي من اعماق القلب الخالص صراحه. واني بكم مهم كنشكركم، ما نطول عليكم، كنشكركم قباله على دعمكم وعلى مساندتكم لي. وراني كنقول لكم دائما وابدا على اني الفيديوهات او القناه معدلتها لكم ولا لغيركم، من اجل الافاده فقط، الافاده لكم انتما ولا غير ذلك. يعني معني مثلا لا ما كنلوذ الربح مادي كثر ما كنلوذ رحمه الوالدين ودعوه صادقه من القلب، كيف كنقول لكم دائما. اذا طبقنا اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم هو طاجين ديال الازايز. عدلته هون على طريقتين، عدلته هون قدمته هون بطريقتين، قدمته مع مارو اللي كيجي معاه رائع، وقدمته حتى في الطاجين العادي مرق. تفضلوا معايا الفيديو وتفاصيله ان شاء الله الرحمن الرحيم، تستافدوا من النصائح اللي فيه. واني بكم خليكم مع الفيديو. على بركة الله بالنسبة للمقادير اللي غنحتاج لوصفتنا اليوم، عندنا ازايز، وغنعطيكم الطريقة اللي كان نعدل الطبخ ازايز، نعطيها لكم ان شاء الله في الفيديو، نعطيكم طريقته. هون عندي ازايز معدل ومعدل معدلته وحاطته بحالها بهذه الطريقة هذه في المجمد، باش الا بغيت القياس نقبضو بحال دراك. انا زتين ميكا على هذه، جاتني هذه قليلة لاني ناقصة منها، فايتة ناقصة منها هذه، زدتها على هذا القياس. المهم غنعاد لكم هذا الشيء كامل ان شاء الله الرحمن الرحيم في غضون الفيديو. بالنسبه للمقادير عندنا بصله كبيره مشحره، ولا بصلتين مشحرات، عفوا مشلضات. انا هون بطت بصله كبيره وشلطتها في الماكينه هذه باش تسهل عليا الماموريه. بالنسبه للتوابل عندنا شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال واحد المعلقه كبيره ديال التحميره، وشويه ديال الملح وسكنجبير. الملح طبعا راه كاين هون، لا ما هو باين. عندنا واحد حبتين ديال المطيشه مقطعات قطع صغير، عندنا واحد ربعه ديال الفصوص ديال الثوم، هذا القياس ديال كيلو قال ربع ديال الزايز. عندنا ربعه ديال الفصوص ديال الثوم، وعندنا واحد الورقه ديال سيدنا موسى، عندنا الحامض للتنسيم، وعندنا شويه ديال الزيتون والقزبور، واحد الباقه ديال القزبور والمعدنوس مقطعين. هادو هما المقادير. نمشيو نتكلموا ان شاء الله الرحمن الرحيم على الطريقه. اول شيء نقبض البصله نشحرها مع الثوم ومع التوابل. اول شيء درت شويه ديال الزيت هون في الجميله، يعني نعدل عليه البصله مباشره. سمحوا لي هون كنصور لكم بيض وكنسجل بيض، لان هذيك خواتي خسرت عليا. هاي البصله نخليها تشحر مع التوابل. هاي درت هون لا زيت مائدة، زيت الزيتون حتى تشحر لي، تتشحر هذا الاقوام كامل، ونعود نزيد الزيت الزيتون. نعدل الباقه ديال القزبور والمعدنوس، صافي نخليهم يتشحروا مزيان. يعني عندنا زايز طايب، وغنعطيكم الطريقه دريك ديال طيابو.
بالنسبه للطريقه المثاليه اللي كتعطي واحد النتيجه رائعه ديال الطياب ازاز، هو انك نقبضوه مباشره من نجيبوه من نجيبوه من السوق، كنغسلوه بالماء العادي وكنقبضوه نديرو في طنجره الضغط في الكوكوت، هذا نعدلو معاه واحد كاس ديال الزيت، كاس ديال العنب ديال الزيت، وشويه ديال الملح، واحد ورقه سيد ناموسة، وكنقفلو عليه طنجره الضغط ونديرو الصفاره ونقصو عليه دوالا ما نجهدو عليه، نقصو عليه دوالا، نخلو النار مهيله جدا شمعه، ونخلوه ينسلق نص سلقه، هو كيتلص الماء بلا ما دون اضافه اي ماء، كنلقاوه تنقى ونفسخ ذاك الجلد الفوقاني اللي كتكون فوقه كتنفسخ تماما عنه، صافي كنقبضوه كننقوه نحيدو عنه ديك الجلده من الفوق، وكنقطعو تقطاع صغير ونخلوه حتى يبرد، وكنديرو في المجمد بهاي الطريقه هذه رقيقه باش نبدو نقبضو منو اللي بغينا، شتي غير كنراهي مرة تسمي من الفريزر، كتبغي منو القياس اللي بغيتي تخدمي في البيتزا، بغيتي تخدميه في اي شيء، في الحوت، في بسطيلات الحوت، في طاجين، اي شيء كتجبريه واجد كتقضي القياس ديالك. مباشره من تشحرت هاد البصله مع القوام، كيشوفو هون انا كنحيد عنكم من الضوء، ولكن كنضيفو هون هذوك حبتين ديال الطماطم ونخلوهم يتشحروا مع هذيك البصله ويطلصوا هاي الطعمه ديالهم ديال الحموضه اللي كتجي رائعه مع الزيت. مباشره من تشحرت هاد البصله مع القوام، كيشوفو هون انا كنحيد عنكم من الضوء، ولكن نضيفو هون هذوك حبتين ديال الطماطم ونخلوهم يتشحروا مع هذيك البصله ويطلصوا هاي الطعمه ديالهم ديال الحموضه اللي كتجي رائعه مع الزيت. غادي نضيف صافي عقب ما يتشحر هاد الصوص نضيف الزايد ونخليه يطيب، ندوس عليه ونخليه يطيب يتشحر مع الصوص و رب العجلة كيجي لأنه أصلا طايب مستيب. يوم أخرى بغيت نقولها لكم على أن أزايز أخواتي راهو كيفو كيف كبدة البن، ما يبغي كثرة الطياب، من كتكثروا الطياب كيولي بلاستيكي وكيولي كيتجبد كيف لاستيك، ما كيعد عفوا كيف لاستيك، ما كيتمي يكسر ويتمي يتجبد كيف لاستيك، ما كتذوقو له طعمه، لذلك طيبوه في القياس، ما يعود خضر طبعا، ولا يعود مالي طايب ذاك الطياب ياسر، لانه ديجا هو مسلوق كيف او قلت لكم الطريقه اللي عدلت له، يعني ما يحتاج ياسر من الطياب. الطاجين ديال ازايز اللي معدله معكم اليوم اللي نرافقوا بمارو، اللي نعدل مارو بازايز، اذا نفس الطريقه الطاجين، هذا الطاجين ديال ازايز نقدروا نطرحوه مع كمرق على شكل مرق عادي جدا، كما ممكن نرافقوه بالارز، وهذه طريقه كنعدلوهم في الصحراء. بالنسبه لطريقه الارز كيف كنقول لكم دائما كل كيلو من مارو كيلين من بعبارين من الماء، اذا زلافه او جيره ديال او جبانيه او رابعه ديال مارو بزلافتين ديال الماء او جيرتين ديال الماء، يعني كل عبار قد لي عدلتي ديال العبار ديال الرز كتعرفت عدلته معكم فتعطيته لكم فشرحت لكم سابقا في فيديوهات ديال الارز، تشوفوا سلسله الارز اللي كنعدل معكم وغادي تعرفوا التفاصيل ديال الارز. المهم انا هون الارز غنعدلو ابيض، درت هنا الملح ودرت هنا شويه الزيت واحد الورقه ديال سيدنا موسى، لين ندير مارو ونقص عليه ونخليه يطيب بطريقته العاديه اللي كتعرفوا. هون صوص الطوماط تحرت لين نضيف لها هذاك الصوص ديال الطوماط اللي وجدت معكم اليوم، هو هذا قدمته بهاي الطريقه هذه، هذا الطاجين ديال الازايز اللي نعدت لكم ونعدت لكم طريقته بالتفصيل، صدقوني كتجي رائعه ما شاء الله. هذه هي طريقه الطاجين، نفس الطاجين اللي نقدمه ونقدم لكم هون بالارز، لان كاين عندنا في الاسره اللي باغيه مارو اللي بغاه مرقه اذا انا قدمته بطريقتين، ما زدت عليه حتى شي حاجه، الطاجين فقط زدت عليه الزيتون والحامض، والثاني ندير عليه مارو ونقدم لكم بالصحه والراحه. اذا هون الطاجين نسيت ما قلت لكم عني قدمته هون مع
قطيطوس اللي كتعرفوا الغنية عن التعريف اللي كان معدل معكم دائما في الفران، تجدونها في المقبلات، في سلسلة المقبلات اللي في قناتي. قدمتها أيضا مع هذا الكورجيت صوتي اللي كنت قدمت لكم في الطبق اللي قدمت لكم في فرنسا مع المشويات، حتى هو راه طريقته في القناه. فقط هذا الشيء اللي قدمت مع هذا الطبق هذا كمرافقات. ونمشيو دابا للطبق الثاني ديال الارز. والطبق الثاني اللي قدمت لكم هون بالارز هو هذا، نفس الصوص نفس الطبق نفس الطاجين، قدمته هون مع مارو. مارو هون كيبغي شويه صوص، كيبغي يكون فيه شويه ديال الصوص باش يتيدم هاد مارو، يعني كيف لكم طايب وحده، طيب الله هو الملح كيف نعد لكم. واني بكم هذه هي الحلقه ديال اليوم. الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنساوني في لي لايك وفي لي جيم ودعمي في القناه. واني بكم الى حلقه قادمه، ودمتم اوفياء مخلصين، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. واني بكم.